الجمع بين الصلاتين في المطر حقيقي أم صوري؟ قد لا يكون حقيقيا ولا صوريا، لأن بس عفوا سيكون حقيقيا، يعني في المطر. أولا حديث الجمع في المطر ضعيف، حديث الجمع في المطر ضعيف. هناك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير سفر 87 من غير عذر من خوف ولا مطر وفي ولا سفر. قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فمن العلماء من يقول المطر ضرورة يجمع فيها بين الصلاتين، لكن هل يكون جمع صوري بمعنى أؤخر الظهر إلى آخر وقته وأصلي العصر في أول وقت فتكون الصورة صورة جمع لكنها في الحقيقة ليست جمعا، إنما هي صلاة كل صلاة في وقتها؟ هذا فيه تعسير على الناس، ليس فيه ترخيص، إنما الترخيص أن يقال في وقت واحدة منهما.